Introducing the WRT 1900 AC, a one-of-a-kind router, 11 years in the making, with a 1.2 gigahertz CPU, gigabit ports, eSATA port, performance antennas, smart Wi-Fi, and open source ready, 2.4 plus 5.0 gigahertz dual band, beamforming technology. The WRT 1900 AC, designed to perform, built to be perfect. Performance perfected. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم حبايب في الله. اليوم ان شاء الله معنا فتح لجهاز او راوتر لينكسس دبليو ار تي 1900 اي سي. طبعا ديتي اول فيديو لينا على قناتنا، قناه عرفني شكرا، وهو لفتح جهاز. انا بصراحه يعني مش اختصاصي فتحة الاجهزه والحكاوي زي كده، لكن حبيت اشارككم الفيديو ديتي واديكم بعض المعلومات عن الراوتر الجبار ديتي من شركة لينكسس. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح الكرتون. طبعا هذا هو الراوتر، نضعه على جنب الآن ونرجع كده ونتكلم عنه. طبعا هنا هنلاقي كتيب التعليمات الخاص بالراوتر، تمام. هنا هنلاقي طبعا السي دي من جوه وبعض الإرشادات اللي هي يعني لابد من قراءتها حتى تعرف كيفية استخدام او تصطيب الراوتر. طبعا هنا هنلاقي الاربع هوائيات الخاصة بالراوتر اللي هم احنا نركبهم دلوقتي. اربع هوائيات دول هم دول اصلا يعني ايه وظيفتهم بس الواي فاي. نجي طبعا ونركبهم في الراوتر. طبعا هنا هنلاقي معانا السلك اللي بنشبكه من المودم بالراوتر اللي هو الانترنت طبعا، تمام. وهنا بنلاقي كابل الشاحن، كابل الطاقة الباور، تمام زي ما انتم شايفين معاكم حبيب الله. طبعا زي ما انتم شايفين كرتونة كده ما فيهاش أي حاجة، خلاص فضيت. هنرجع الحاجة دي كده ثاني مكانها، تمام، ونبدأ ناخد الأربع هوائيات نطلعهم من بره كده، تمام، عشان نركبهم في الراوتر. نركن الكرتونه كده على جنب ونيجي للراوتر. طبعا كل فتحه ليها مكان مخصص ليها، نركبهم بالراحه كده، نحاول ان تكون عمليه التركيب عمليه دقيقه وبالراحه، ما نجرسش على مكان الفتحه عشان ما يحصلش فيها ضرر لا قدر الله. طبعا هنا مكان الفتحه الثانيه، طبعا هنا كمان الفتحة الثالثة، هنا خلاص كده النهاية. معنا الفتحة ايه، معنا مكان الفتحة الرابعة، زي ما انتم بتشوفوا حبايب في الله هذا هو الراوتر بهذا الشكل، ايه بشكله النهائي، تمام. لو هنيجي بقى ونتكلم عن الراوتر، طبعا جهاز اللينكسس دبليو ار تي 1900 سي هو يعتبر من اقوى اجهزه الراوتر الموجوده حاليا في السوق. طبعا بخلافه لو حبينا نقارنه مع المنافسين مثال شركه اسرز، لكن حقيقه انا اشوف ان الراوتر ديتي اقوى في المواصفات وفي جوده الانترنت في كل شيء. طبعا لو هنلاحظوا حاجة، هنلاحظوا ان التصميم القديم الكلاسيكي الشبه تقليدي رجع مرة اخرى تاني في اجهزة اللينكسس، وكما نرى ان الشركة ما زالت تحتفظ باللون الازرق واللون الاسود. طبعا لو لاحظنا حاجة،
ان الراوتر اول راوتر به اربع هوائيات لبث الانترنت. طبعا الاربع هوائيات دول هيدوا بث الانترنت على نطاق اوسع ومدى ابعد، يعني هتبقى جودة افضل. طبعا كما قلت، بعكس بالمنافسين الذين احتفظوا بثلاث هوائيات فقط في راوترهم كحد اقصى يعني. تمام. ايضا اضافة لذلك ان الاربع هوائيات دول تمام بيدعموا نطاق البي ونطاق الجي ونطاق الان ونطاق الاي سي في بث الانترنت. ايضا الراوتر يدعم تقنية الدي ان ال، مشاركة الملفات عبر فتحات اليو اس بي. اضافة الى ذلك، لو هني كده نبص في الخلف، تمام هنبص في الخلف كده حبيب في الله، لو ظهر معكم في الكاميرا هنلاقي هنا زر الباور، هذا هو زر الباور، زر اغلاق وتشغيل الراوتر. هنا منفذ الباور نفسه، تمام. هنا عندنا الزر الخاص بعملية الريستارت، يعني إعادة ضبط المصنع للجهاز. هنا عندنا فتحة اليو اس بي الاي ساتا، انا ما اعتقد ان لم يخلفني الظن، انا اول مرة اشوف الفتحة دي، ان تقريبا الجهاز ديتي هو الموديل الوحيد اللي هو يدعم فتحة الاي ساتا، تمام. اليو اس بي 1، ولا هنا برضو اليو اس بي 3، وهي ايضا تدعم اليو اس بي 2، تركيب الفلاشة او تركيب الطابعة، يمكن مشاركتها على ايه، يمكن مشاركتها مع الاشخاص. هنا هنلاقي معايا فتحة الانترنت اللي احنا بنشبكها من المودم بالانترنت، وهنا هنلاقي اربع فتحات الايثرنت اللي هم نقدر نوصلهم بالاجهزة، وهنا هنلاقي معايا الزر بتاع تشغيل الانترنت الواي فاي، ولا هنا طبعا ايه الاربع هوايات كما صارين امامكم. هنا طبعا من فوق مفيش غير معايا غير شعار شركة لينكسس، وهنا لو نبص من الامام زي كده هنلاقي مكان زر الباور، هنا مكان زر الانترنت، هنا مكان زر الواي فاي في 2.4 جيجا هرتز، وهنا هنلاقي فتحة 5 جيجا هرتز، وهنا فتحة الاي ساتا، وهنا فتحة اليو اس بي 1 واليو اس بي 2 وفتحة الاجهزة، وهنا علامة الاشارة بتاعت ايه بتاعت الانترنت. طبعا انا ليه من الاول قلت ان الجهاز ديتي يعتبر هو من اقوى الاجهزة الموجودة في السوق، لان الجهاز ديتي يملك معالج ثنائي النواة 1.2 جيجا هرتز، ويملك ايضا ذاكرة عشوائية 256 ميجا بايت، وايضا الساعة الداخلية للجهاز 128 ميجا بايت. طبعا ايضا سرعة الانترنت اللي هي بيديها لينا على نطاقين في الواي فاي، بيديها لينا على نطاق 5 جيجا هرتز بسرعة 1300 ميجا في الثانية، وبيديها لنا على نطاق 2.4 جيجا هرتز بسرعة 600 ميجا في الثانية، ب 600 ميجا في الثانية. أيضا لما تدخل على الصفحة بتاعت النظام هتلاحظ معايا إن النظام أوبن سيستم، يعني يمكن للطرف الثالث، هم أقصدين طبعا المطورين أو الشركات، يمكن ليهم البدء في برمجة النظام السيستم مرة أخرى ليتوافق مع المستخدمين، مع اني انا اجد ان النظام من جوه او السيستم من جوه يعني نظام سهل جدا جدا، يعني مش معقد الى حد ما. طبعا هنلاحظ في حاجه جميله جدا جدا في الجهاز موفرها لنا الشركه او نظام شركه سيسكو، هنلاقي في حاجه في خاصيه اسمها ايه النتورك ماب، عبارة عن خطة تفاعلية. ايه خطة تفاعلية دي؟ خطة تفاعلية يمكن من خلالها انا اشوف الاجهزة المربوطة معايا في الشبكة معايا، اقدر افصلها، اقدر اديها سعة انترنت محدودة ليها، واقدر احذف حد، اقدر حتى اعمل حساب خاص بالضيوف لحد من استهلاك الانترنت وحاجات اخرى تانية كتير، واقدر ايضا اتحكم بالانترنت اللي نقدر نبثه لأجهزة الأولاد بما يسمى بالتحكم الأبوي. أيضا ضفت إلى ذلك موجود تطبيق موفرة الشركة، تطبيق ديتي اسمه لينكسس سمارت واي فايف،
طبقت من خلاله اقدر ادخل على الراوتر او نظام الراوتر واقدر اعمل اعدادات سريعه للراوتر، واقدر ايضا اتحكم بالراوتر تحكم كامل بشكل ايه بشكل سريع ومبسط وامن. طبعا من الملاحظ ان شركه لينكسس في هذا الراوتر اشهد انها ابدعت بصراحه في صناعه هذا الجهاز، وضعت فيه امكانيات صراحه جباره جدا جدا. ايضا النظام الداعم لهذا الراوتر طبعا هو من شركه سيسكو، الشركه العملاقه في هندسه الشبكات. طبعا لحد هنا نكون قد انتهى شرحنا عن هذا الراوتر بمواصفاته. تقريبا احنا ذكرنا كل شيء او اهم كل حاجه عن هذا الراوتر. انتظروني ان شاء الله في فيديو اخر قادم هتكلم فيه عن الشاشة الرئيسية للنظام نفسه أو سيستم الجهاز نفسه، وأبدأ إن شاء الله أشرحها لكم. طبعا أعذروني في التقصير أو في جودة التصوير أو في حتى يعني النطق أو التلخبط في معكم في الشرح عن هذا الراوتر، لأن بصراحة دي أول عملية فتح صندوق أو أول حتى مراجعة جهاز لي. لكن في النهاية أتمنى من الله أكون قد أفدتكم في هذا الفيديو. أضرب لكم إن شاء الله موعدا جديدا في فيديو آخر. دمتم في حفظ الله وسلامته. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.